بسم الله الرحمن الرحيم. وقد كتبنا لهم فيها أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. إن جريمة اغتيال الناشط الوطني نزار بنات هي جريمة نقراء ومكتملة الأركان، ونحمل السلطة المسؤولية الكاملة عن هذا الاغتيال الإجرامي الذي تم بعلم الرئيس وبعلم السلطة أيضا، لأنه لا يمكن أن يكون رئيسا للشعب الفلسطيني ويغفل عن ملاحقة وقتل أبناء شعبه. لذلك نحن نطالب الرئيس أبو مازن أولا بحل اللجنة الأمنية المشتركة التي تمارس إجرامها ليل نهار، تعتقل وتعذب في أريحة، وتوج ذلك الإجرام في اغتيال الناشط الوطني نزار بنات. أيضا نطالبهم بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة. وأنا أتحدث هنا باسم حركة حماس بالضفة الغربية، أطالب اللجنة المركزية لحركة فتح التبرؤ من الأجهزة الأمنية وممارساتها، وإلا سيكون كل كلامها عن الوحدة الوطنية وعن حوار وطني هو في مهب الريح، لأن المصداقية الوطنية تنبع من احترام الشعب الفلسطيني، تاريخه ونضاله ومناضليه، وأن تدان هذه الأجهزة الأمنية التي تعمل لحساب الاحتلال.